مزيد من القراءة والمتابعة للقمة العربية 32 ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية يعني توقف في البداية مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشير إلى آخر عنوان تحدثت عنه، وهو أن الأمن القومي العربي كله لا يتجزأ، وضرورة ضبط إيقاع الملفات مع الأطراف الإقليمية غير العربية، في إشارة إلى من وما هو عملية الضبط التي أشار إليها السيد الرئيس أستاذ جمال؟ أستاذ جمال، الأهمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام قمة جدة، كلمة أعتقد أنها وضعت عدد من المحددات للعمل العربي تحقق الأمن القومي العربي. هذا الهدف الحقيقي للدولة المصرية، تحقيق أمن قومي عربي يستطيع أن يصفر المشاكل الداخلية وينهي الكثير من الأزمات الداخلية التي تعاني منها الدول العربية، وأيضا يحقق تعامل متوازن ويحقق المكاسب المتبادلة مع أيضا الشركاء الدوليين والإقليميين. وبالتالي رأينا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال كلمته يعلي من قيمة فكرة الأمن القومي العربي، ويؤكد على الثوابت المصرية الراسخة في الحقيقة في العقيدة الدبلوماسية المصرية تجاه إيجاد حلول سياسية لمختلف الأزمات في المنطقة، وأيضا تغليب المسار السياسي، دعم فكرة الدولة الوطنية، أيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وغيرها من الثوابت المصرية التي دائما ما بنجد القيادة السياسية المصرية تؤكد عليها. وأيضا في هذه الكلمة اليوم أيضا السيد الرئيس أشار لهذه الثوابت المهمة جدا، والتي هي في الحقيقة يعني دائما ما بنجد هناك تأكيد عليها، سواء فيما يتعلق بحلحلة الأزمات العربية أو حتى في مختلف الأزمات الأخرى. وبالتالي وجدنا أيضا تنوع في تناول القضايا العربية، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كونها القضية المركزية الأولى، أو حتى فيما يتعلق بالسودان وليبيا واليمن وغيرها من القضايا. وبالتالي هي كلمة وضعت حلولا منطقية، وأيضا حددت الكثير من المعايير التي يجب أن نتبعها حتى نستطيع أن نحقق أمن قومي عربي يستطيع أن يمضي بالمجموعة العربية نحو عالم يتشكل من جديد. طيب، يعني سوف نتطرق بالتأكيد أمام كل ملف على حدة، ولكن دائما ما كانت الدولة المصرية تؤكد على أهمية الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، وما حدث في العالم العربي وبالأخص في الآونة الأخيرة من تطورات سواء في ليبيا في السودان مؤخرا يؤكد على، وقبلهما سوريا، يؤكد على صدق ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية. بالتأكيد هذا الثابت المصري في العقيدة والوجدان الدبلوماسية المصرية في الحقيقة بيثبت نجاحه يوما بعد يوم، وبتؤكد هذه الثوابت في الحقيقة مصداقيتها وأيضا صحتها. يعني حينما ننظر الآن إلى المحيط العربي بنتكلم على أكثر من 6 نقاط ساخنة على الخريطة العربية، كل هذه النقاط الساخنة سواء كنا نتحدث عن طبعا القضية الفلسطينية ربما لها وضع خاص، ولكن القضية الأخرى سواء القضية الليبية أو اليمنية أو السورية أو ما يحدث في حتى لبنان وغيرها من الدول العربية، هنا حينما نطبق فكرة الدولة الوطنية ونعلي من قيمة الدولة الوطنية فوق أي معايير وفوق أي مصالح ضيقة لأي من النخب السياسية، هنا ترتقي المصلحة العليا للدولة ويتحقق الاستقرار الداخلي. وهذا ما حدث في الحقيقة في التجربة المصرية مثلا بعد ثورة 30 يونيو، إن هناك إعلاء لقيمة فكرة الدولة الوطنية فوق أي اعتبار آخر، عشان كده بنجد إن الاستقرار كان حليف الدولة المصرية طوال الوقت. وبالتالي مصر تحاول نقل هذه المفاهيم وهذه التجربة لمحيطها العربي والأشقاء العرب، إن الدولة الوطنية هي الحل الحقيقي لإنهاء أي من الخلافات في أي من الدول، وأيضا هي الداعم الحقيقي والضمانة الحقيقية لأي الاستقرار أي من الدول. وبالتالي فكرة الدولة الوطنية هي فكرة في غاية الأهمية، مؤسسة الدولة الوطنية هي الركائز الحقيقية التي تستقر عليها الدول، وهي أيضا التي تحرك الدول نحو الأمام. وبالتالي حينما تهدم مؤسسات الدولة وحينما يحدث داخل الدول نوع من أنواع الهشاشة في مؤسساتها، بالتأكيد هذه الدولة بتضعف وبتكون أيضا فريسة للتدخل الأجنبي. وبالتالي عدم الإيمان بفكرة الدولة الوطنية هو بوابة في الحقيقة بتفتح لإفشال الدولة، ومن ثم هنا تأكيد مصري على أهمية وأولوية يعني التمسك بهذه الفكرة التي تعد أولوية الآن، وأعتقد أن هي مفتاح الحل للكثير من الأزمات
العربيه بالتحديد، التمسك بالدوله الوطنيه كما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هو امر في غايه الاهميه، مع ايضا الثوابت المصريه الاخرى الداعمه لمسارات السياسيه طبعا لتسويه الازمات. طيب. وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول وغيرها من الثوابت، والتي اضافت لها مصر ايضا ربما اداه جديده واحد الادوات الخاصه به ما نسميه بدبلوماسيه الاعمار والتنميه، ان ايضا الاعمار والتنميه ايضا بيدعم استقرار الدول، وبالتالي الامر لا يقتصر فقط على السياسه والحلول السياسيه، نعم هذه الاولويه، ولكن ايضا يجب ان يسير التنميه والاعمار مع الحلول السياسيه حتى يكون هناك استقرار حقيقي في الدول التي تعاني من اضطرابات ومن ازمات. وبالتالي كما اوضحنا الثوابت التي اكد عليها السيد الرئيس انا اعتقد ان هي روشته علاج لكافه الدول التي تعاني من اضطرابات داخليه في المنطقه العربيه الان. طيب ما يحدث في بعض من الدول العربيه اكد صدق الرؤيه وبعد نظر الرؤيه المصريه فيما يتعلق بالحفاظ على الدوله الوطنيه، ايضا نقطه هامه للغايه وهو عنوان رئيس تحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، وهو اشارته وقوله بانه لا يمكن ان لا يستقيم ان تتواصل الامور وان يظل بعض الشعوب العربيه او الشعوب العربيه رهينه للفوضى. مزيد من التفسير لهذه العباره الهامه استاذ كمال. بالتاكيد يمكن بشكل اشمل هناك رؤيه مصريه وامام مصري ان الامن القومي العربي جزء لا يتجزأ، وحتى السيد الرئيس اليوم اشار لهذه العباره بشكل صريح، لان بالفعل يجب ان يكون هناك ايمان اننا يجب ان نرتكز على بعضنا البعض، لا يجب ان نكون يعني رهناء لهذا الاتجاه او لهذا الاتجاه، ولكن علينا ان نثق بقدراتنا العربيه وايضا بايجاد او بفكره ايجاد الحلول العربيه وايماننا بفكره ان الامن القومي العربي امن متصل غير منفصل، هذه نقطه محوريه. عشان كده حتى بنجد السيد الرئيس في عبارات حتى شهيره الجميع يحفظها، فكره ان مثلا امن مصر من امن الخليج، هذه العبارات وان كانت عبارات بتبسط المعنى السياسي والمفهوم الاعمق الذي يعبر عنه اليوم السيد الرئيس من خلال كلماته امام قمه جده، ولكن في الاخر نحن امام نفس المعنى، فكره ان علينا ان نتمسك بالعمل العربي المشترك كطوق نجاه، خصوصا نحن نتحدث الان عن متغيرات دوليه واقليميه، ان لم نكن صفا واحدا ولدينا رؤيه واحده ونمط عمل يتجه بنا نحو ايجاد مكانه مرموقه للكتله العربيه في ظل عالم يتغير من جديد، انا اعتقد اننا سوف نفوت هذه الفرصه، وبالتالي العرب ليس لديهم الرفاهيه لتفويت هذه الفرصه، بل اعتقد ان العمل العربي يشهد زخم كبير جدا وتطور كمان غير ملحوظ خلال الفترات الماضيه، وده اللي بيخلينا بنستبشر خير بهذه القمه وبالزخم الحادث في العمل العربي المشترك الان، وعلى الدول الان التي لديها ازمات ان تدرك تمام الادراك ان الصف العربي هو الذي يحمل طوق النجاح. عشان كده اليوم حتى ونحن نرى سوريا في الجامعه العربيه هذا مكسب للمجموعه العربيه ومكسب يعني ايضا لسوريا، هذه هي النقطه نستجيب لاي من الاخيره التي اريد ان اؤكد معك عليها استاذ جمال رائف، ولكن يعني بالتاكيد من يدفع ثمن هذه الفوضى هي الشعوب، فبالتاكيد يعني هذه نقطه هامه. لكن يعني اخيرا استاذ جمال، يعني عوده مره اخرى سوريا الى الجامعه العربيه واهميه هذه العوده، هل هو الشيء البارز في هذه القمه الثانيه والثلاثين؟ وايضا اشاره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بعوده سوريا الى مقعدها بجامعه الدول العربيه والبناء عليه خلال الفتره القادمه ان شاء الله عربيا بالتاكيد. يمكن عودة سوريا إلى حضنتها العربية وإلى حضنها العربي في الحقيقة مهم للغاية، لأننا نتحدث الآن عن يعني إثبات حسن النوايا من كافة الجوانب لفكرة لم الشمل العربي ووحدة الصف العربي، وهذه نقطة بالغة الأهمية. لأول مرة اليوم نرى قمة عربية كاملة العدد منذ عام 2010، وهذا أيضا يحسب للمجموعة العربية ولكل الدول العربية أنها استطاعت أن تلملم الشمل وأن توحد الصف، هذه نقطة انطلاق في غاية الأهمية، من الممكن أن نبني عليها الكثير من التقارب في وجهات النظر حيال مختلف القضايا، وبالتالي نحن نضع اليوم أساس مهم للغاية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أننا حتى
وان كنا لدينا تباينات في وجهات النظر، ولكن سوف نحل هذه التباينات وسوف نتقارب وجهات النظر داخل البيت العربي. هذه هي النقطه الاهم، الا نترك اي من اشقاء العرب خارج البيت العربي. هذه هي النقطه المفصليه في عوده سوريا الى جامعه الدول العربيه. الجميع في الحقيقة يفرح بعودة سوريا اليوم، والجميع يستبشر خيرا بعودة سوريا اليوم، لأن سوريا تحتاج إلى حل عربي للقضية السورية، تحتاج إلى دعم عربي للقضية السورية. مضى وقت كثير على هذه الأزمة وهي عالقة، وبالتالي حان الوقت أن يكون المجتمع العربي شريك أساسي وفاعل في حل الأزمة السورية. والجانب السوري في الحقيقة اليوم أيضا أبدأ يعني استعداده ورغبته للانصات الى الفكر العربي والى الاراء العربيه والى التضامن العربي، وبالتالي انا اعتقد ان هو مكسب كبير جدا سواء طبعا لسوريا او حتى للمجموعه العربيه. علينا ان نقف جميعا صفا واحدا في ظل هذه المتغيرات الدوليه والاقليميه القائمه. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.